بتعمل والدولة بتسوي. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قال إن المؤتمر العالمي لتنشيط السياحة الدينية، وده مؤتمر مهم جدا، المؤتمر العالمي لتنشيط السياحة الدينية سينعقد في مدينة شرم الشيخ إن شاء الله في جنوب سيناء، وهيعطي رسالة عن انحصار الجماعات المتطرفة والإرهابية في سيناء. طيب واحدة واحدة كده بقى نتكلم في الخبر ده مع بعض. أولا أقول بس كلمة الدكتور جمعة، إنه خلال اجتماع اللجنة الدينية في مجلس النواب كان منعقدة مساء أمس الأحد، قال الدكتور جمعه انه سيناء امنه وليس كما تروج الجماعات الظلاميه المتطرفه، وان الوزاره سترسل قوافل دعويه بكثره الى سيناء في الفتره المقبله باذن الله، خصوصا شمال سيناء، وانه يعني بنقول انه ما فيش صحه لما يروجه المتطرفون والارهابيون. ده دكتور محمد مختار جمعه. دكتور اسامه العبد كان ليه ايضا حديث مهم جدا الحقيقه، وهو طبعا رئيس اللجنه الدينيه، قال ان مؤتمر تنشيط السياحه الدينيه سيكون سبب في اسباب دحض الارهاب، وانه ستوجه الدعوه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد الاعال واعضاء المجلس للمشاركه في هذا المؤتمر. يعني ايه مؤتمر عن السياحه الدينيه يكون له علاقه بدحض الارهاب؟ ازاي ده ممكن يتحقق على الارض؟ ناخد هاتفيا الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذه منه. يا اهلا وسهلا صباح بحضرتك. صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها. وعلى حضرتك وعلى المصريين جميعا يا رب، وعلى مصر كلها يا رب. فكره ان انا انظم مؤتمر للسياحه الدينيه واوجه رسائل منه واختار شرم الشيخ لاقامه المؤتمر واوجه منه رسائل مختلفه متعلقه بالتطرف والارهاب وكذا وكذا، الفكره في حد ذاتها مهمه جدا، ونعتقد انه التوقيت كمان فارق وهام جدا يا دكتور اسامه. كلمنا اكتر لو سمحت عن هذا المؤتمر، مؤتمر تنشيط السياحه الدينيه بسيناء، وكيف يمكن ان يكون هذا المؤتمر هو رساله واقعية حقيقية وقوية جدا عن انحصار الإرهاب. أنا أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ألو. اتفضل يا فندم. شكرا لحضرتك. اتفضل. أنا أشكر سعادتك على اهتمامك بهذا الموضوع، وهو موضوع يستحق الاهتمام. طبعا. السياحة الدينية نوع من أنواع السياحة التي ينبغي أن نهتم بها. ومصر عامرة وزاخرة بالآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية. حقيقة. وده الحقيقة عنوان ينبغي أن نهتم به. وهو أن السياحة الدينية سوف تكون سببا لدحض الإرهاب وقتله. لأننا حينما نزور هذه الآثار من جنسيات مختلفة وديانات مختلفة، تتولد لدينا المحبة والأخوة والصداقة، ولا يعادي بعضنا بعضا. هذا أهم ما في موضوع السياحة الدينية. أنا أزور السياحات أو الآثار القبطية كمسلم، وأزور السياحات أو الآثار اليهودية كمسلم، والعكس صحيح في الديانات الأخرى. ومن هنا تتولد لدى الجميع المحبة والمودة ودراسة الآثار من الجنسيات المختلفة ومن العقائد المختلفة. والحقيقة أنا قلت بأن السياحة الدينية سوف تكون سبب في دحض الإرهاب وقتل الفكر الأسود الأعمى والتطرف الأعمى. الجانب الثاني في هذه السياحة أننا كلنا ننشد اقتصاد مصر أن يتميز وأن يتقدم، وده نوع من أنواع السياحة بيأتوه كجانب عقائدي أو جانب دراسة للتاريخ بصفة عامة، سواء كان إسلامي أو غير إسلامي. ولذلك علينا أن نهتم بهذه السياحة من أجل الاقتصاد المصري، وأقولها مرة تانية وتالتة، لدحض الإرهاب وقتل الإرهاب وقتل الفكر الأسود والأعمى، وأيضا نمو الاقتصادي للبلد الآمن وانعقاده في داخل شرم الشيخ. نعم. بالاشتراك مع معالي الوزير محافظ جنوب سيناء
ومع وزارة الأوقاف ولجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب انعقاده بالاشتراك هذا يدل على أن مصر أمن وأمان. مصر في أمن وأمان بقيادة حكيمة رزينة لا تعرف إلا تقدم البلاد وازدهار البلاد. بنفكر ندعو مين يا دكتور أسامة لحضور هذا المؤتمر؟ مؤتمر مهم جدا، فكرته فريدة من نوعها، بيأتي في وقت في منتهى الأهمية. اختياركم لشرم الشيخ يعني أكثر من رائع. ما تتحدث عنه الآن قد تكون هي ربما أبرز المحاور التي سيقوم عليها هذا أو أجندة ستقوم عليها أجندة هذا المؤتمر. بنفكر بقى ندعو مين يا فندم لحضور المؤتمر ده؟ ما يعني دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان والشخصيات المصرية، ما دول منا فينا يا فندم، مين بقى من بره يجي بقى يسمع الكلام الجميل ده؟ أنا يعني أشكرك أولا على هذا السؤال. تفضل. أنا أشكرك على هذا السؤال. سوف ندعو